مرحبا أدهم، اليوم بقارن 4 جوالات متميزة وقوية ببعض بالسوق: آيفون 11 برو، آيفون 10S ماكس، نوت 10 بلس، وأخيرا هواوي بي 30 برو. لكن الشيء اللي بسويه هو أن هذه المقارنة بتكون بدون ذكر أسماء الأجهزة على الصور، وبالنهاية بذكر لكم كل جهاز إيش هو عشان يكون الفيديو أفضل. أولا راح نبدأ بالتصوير العادي تحت ضوء الشمس. طبعا تحت الشمس لابد أنه في فرق بسيط بين الجوالات بالأداء، لكن بالمجمل هذه الجوالات كلها تعتبر قوية ومتميزة وممتازة تحت الشمس. شخصيا وضعت لكم شوية صور قدامكم عشان تقارنون بينها، ما راح أعلق عليها لأنه بالغالب كلها حلوة تقريبا. لكن لما ننتقل للوضع الليلي، وأنا متأكد كثير متحمس، الوضع اللي صاير شيء مهم جدا بهذه الصورة اللي يبدأ فيها شوي إضاءة. لكن بمثل هذه الحالات أعتقد المستخدم أحيانا ما يدري أنه محتاج وضع ليلي. عموما الشيء اللي لاحظته يمكن هنا الفرق بينهم شيء بسيط، الفرق غالبا يكون بالألوان. لكن خلينا ننتقل إلى مكان أظلم. بلا شك دي راح تلاحظ أنه أداءه مش كويس أبدا، راح نستبعده من البداية. لو تحاول تقرب بين الصور راح تلاحظ فيه تشويش مخيف بلا شك. من النظرة الأولى دي أداء مش كويس أبداً، ولو حاولت تقرب على الصورة راح تلاحظ تشويش مخيف صراحة. لكن خلونا ننتقل إلى أي. بسبب الظلام الكثير جت الصورة لاحظ بأنها مهتزة للأسف. لما ننتقل إلى الصورتين الأخرى فأفضل النتائج تقريباً هي في بي وسي، لكن صراحة أنا ميال كثير لصورة سي سواء من حيث الألوان ولا حتى الجودة. السبب أنه لما تقرب عليهم راح تلاحظ بأنه سي بدع كثير، حتى لما تشوف أطراف المنتج أطراف الصورة راح تلاحظ بأنه في تفاصيل أكثر، بينما الصورة في بي تحس أنه ركز على جزئية معينة وهي منتصف الصورة تقريبا. ننتقل إلى الصورة الثانية. هذه الصورة تعتبر في مكان أظلم من اللي قبلها تقريبا، يعني هذا شيء أصعب على الجوالات. سي واضح أنه كان الأفضل هنا بكل اختصار كجودة وكل شيء. ثم شوف هذه الصورة وأعطيني رأيك أنت بالتعليقات. ثم ننتقل للعدسة الواسعة اللي صارت موجودة في كل الجوالات اليوم، بس بالتأكيد ما هي كلها نفس الشيء. شوف هذه الصورة مثلا، كلهم من نفس المسافة ونفس المكان ونفس الأوضاع، لكن الفرق عظيم جدا. نبدأ بأي، صورته جيدة لكن الألوان فيها مضروبة للأسف. الألوان هي على بني لكن هنا طالعة أنها صاير في أحمرار أكثر، ما هي واقعية. كذلك بالزوايا تنضرب الجودة، تخف الجودة، وهذا من الأشياء اللي ممكن تكون مزعجة. بس تبغى على طاري إزعاج تعرف إيش اللي مزعج أكثر، ننتقل للصورة بي. هذه الصورة صحيح ألوانها أفضل من السابق بلا شك، بس فيها شيء يكرهني في العدسة الواسعة بهذه الصورة تحديدا، وهي أنها تخرب أبعاد الصورة. لو لاحظت الجزء اللي بالمنتصف أكبر، بالتالي أنت لو كنت تصور شخص راح تلاحظ يمكن خشمه، والأجزاء اللي بمنتصف الصورة أكبر، واللي بالأطراف يمغطها ويطلعها بأبعاد غير حقيقية. ولو تشوف أطراف اللوحة فراح تلاحظ أنه بدل ما هي مستقيمة صايرت مائلة، وكأنها هي مائلة وكأن الجدار مائل، وهذا شيء ما هو واقعي. ننتقل للصورة سي. شوف هذه الصورة مثلا، تقريبا هي أكثر واحدة مقنعة فيهم من ناحية الألوان، أبعادها تعتبر أفضل، جودتها أفضل. وإذا كنت تسأل ليش هذه المشكلة اللي صارت قبل شوي في بي وما صارت في سي، السبب يعود إلى جودة العدسة. في بعض الشركات تحاول توفر وتحط لك عدسة رخيصة بدل ما تحطها غالية، وبالتالي تظهر المشكلة اللي قبل شوي. لهذا مو كل عدسة واسعة موجودة فهي شرط بجودة عالية. ننتقل للثبات بالفيديو. بتصوير الفيديو باستخدام 4K 60 فريم، فهذه النتيجة اللي موجودة أمامكم كاختبار لمدى الثبات. لاحظت بتقريبا بأنه سي هو الأكثر ثباتا، يجي بعده دي من حيث الثبات، أما إذا شفت بي فيبدو لي أنه هو أسوأهم. أما بالنسبة لأي إذا كنت تسأل عنه فهو للأسف لا يدعم جودة 4K 60 فريم للأسف. المعلومية هذه كانت بالعدسة العادية. تقدر أنك تصور بعدسة التقريب فيديو بنفس هذه الجودة العالية جدا، لكن للأسف جهاز بي حصرا ما كان يدعم، وهذه هي النتائج اللي موجودة أمامك. ثم ننتقل لميزة حلوة. في ميزة جديدة بالجوالات هي أنك لما تسوي زوم أثناء تصوير الفيديو فإنه الجوالات الجديدة راح تقرب الصوت، تعلي الصوت، وهي موجودة في جهازين بي وسي. نبدأ بجهاز بي، فلاحظ أنه وراي مكيف صوته عالي ومزعج، وبالأمام حطيت تلفزيون عشان نسوي هذه التجربة. لاحظ أنه إذا قربت من التلفزيون فإنه يحاول يرفع جميع الأصوات اللي حولك مع بعض بما فيها التلفزيون.
والآن ننتقل للجهاز الآخر اللي هو سي. أولا عندك صوت المكيف هتلاقيه واضح، ثم لما تحول للتلفزيون راح تلاحظ بأنه الذكاء الاصطناعي يحاول يميز جميع الأصوات، يرفع صوت التلفزيون ويخفي أو يخفف من صوت المكيف قدر الإمكان، وهذا بحد ذاته فاجأني ويعتبر ذكاء خارق. السيلفي صاير مهم هذه الأيام، ننتقل للسيلفي بين الجوالات. صراحة أني احترت كثير بين هذه الصور كلها، بس أتوقع أني بفضل أي، أعتقد أنه تقريبا هو كان أفضل شيء. أعطوني إيش رأيكم بالتعليقات. طيب هذه كانت تجربة بين الكاميرات كلها، لكن في شغلات لازم أعنون عليها، في شغلات لاحظتها بالأجهزة وهنا بذكرها بالاسم. أولا الجوالات راح تلاحظ فيها أكثر من عدسة حاليا، راح تلاحظ فيها عدة عدسات متعددة، بس في شركات ترمي لك عدسات كثير، ولما تصور بكل عدسة تعطيك ألوان مختلفة، جودة مختلفة، وهذا غير جيد. الشيء اللي لاحظته يميز أبل صراحة سوته أنه اشتغلوا كثير عشان يخلون الثلاثة عدسات تعطيك نفس الجودة والمعالجة قدر الإمكان تكون قريبة من بعض، وهذا شيء يميزهم. الشيء الثاني الرهيب اللي أعجبني فيهم هو أنه لما تستخدم أي وضع سواء كان العزل ولا الأهم الوضع الليلي، فهو يوريك نتيجة الصورة اللي راح تلتقطها قبل لا تصور على الشاشة، وهذا يسهل على المستخدم كثير عشان يعرف هل هو مناسب يصور ولا يعيد ولا يغير المكان ولا لا. بعكس المنافسين لما تحاول تصور ما يوريك النتيجة، وبعد ما تصور تتفاجأ بالنتيجة ويكون شيء مختلف، وأحيانا لازم تعيد الصورة، وهذا كان شوية يميزهم. لما ننتقل لهواوي بي 30 برو، فتقريبا هو يتميز بالتقريب البصري العالي أكثر من أي منافس آخر. إذا ودك شيء يقرب البعيد وشيء متميز في التقريب، غالبا بي 30 برو راح يكون خيارك. أخيرا لما ننتقل للنوت، النوت يميزه وجود العزل في الفيديو، وهذه تشتغل على أي شيء، أي منتج، ما هو لازم يكون مثلا إنسان. الشيء الإضافي أنه عندك إعدادات يدوية حلوة وتقدر تتحكم بفتحة العدسة وما شابه. وعلى طاري العزل، فتراني ما نسيتها ميزة العزل، جميلة جدا جدا، واحدة من أكثر الميزات اللي أنا أستمتع فيها وأستخدمها بكل الجوالات وجالسة تتطور سنويا. الشيء اللي لاحظته جديد في آيفون هذه السنة هو أنهم فعلوا العزل على العدسة العادية. زمان كان بس على عدسة التقريب، الآن صارت في العدسة العادية وكذلك عدسة التقريب، وصار هذا أسهل في العزل وصارت نتائجه أفضل. طبعا هذه مقارنة بينهم كلهم، أعتقد بأنه معظم الصور حلوة، قد أكون ميال شوية للعزل في بي 30 برو، فهو يعطيك إضاءة، فيعطيك تأثير البوكيه على الخلفية، بس معظم الجوالات كانت جميلة في هذه الناحية. كذلك في شغلة مهمة جدا من ناحية العدسات في تصوير الفيديو، لما تكون قاعد تصور فيديو غالبا أكيد راح تسوي زوم، بالتالي تنتقل بين عدسة إلى عدسة أخرى. الشيء اللي لاحظته بأنه مو كل الشركات تعطيك تجربة كويسة، في بعض الشركات مثلا، واكثر جهاز من هذول الاجهزه لاحظت فيها هو بي 30 برو، للاسف لما ينتقل من عدسه لعدسه تحس فيك كانه فجوه بينهم، كانه ينتقل صدفه كذا بقوه انتقال. تقدر تقارن بين سلاسه الانتقال وجوده، فرق جوده الصور او جوده الالوان لما تصور فيديو تنتقل بين العدسات بين الثلاثه اجهزه. بالنهايه اذا كنت تسأل وش هي الاجهزه، فهذه هي اسماء الاجهزه امامك اللي كانت طوال الفيديو. أتمنى أن الفيديو أفادكم، كان ممتع وشيق وحلو. لا تنسى تشترك بالقناة وتعطي لايك على الفيديو. أشوفك بالفيديو القادم إن شاء الله، مع السلامة.